مرحبا. الماء الساخن وعلاقته بتنمية المهارات، تقوية الذاكرة، استنباط القدرات اللاواعية التي يمتلكها كل إنسان. نحن نعلم بأن الإنسان يستطيع فقط يستخدم فقط من نسبة 8 إلى 10% من الطاقة، يعني من إنتاج الذكاء في المخ. والعلماء البارزين استطاعوا يستخدموا فقط 14-17 نسبة من الذكاء. ما هو الذي يؤثر الإنسان لا يستطيع؟ بينما إن الإنسان خلق إلى أحسن تقويم، أي تقويم الجسدي والنفسي والذهني والروحي. فالتقويم الذهني هو أحسن تقويم من ضمن يعني من ضمن أربع يعني تقويم. التقويم الذهني مهم جدا. نحن نأخذ هنا بالحلقة العلمية، إيش الذي ممكن يعني يساعد على المخ بحيث إنه يتنمي مهاراته بشكل أفضل أكثر بكثير عن اللي هو بالنسبة يعني المعدل اللي هي المتعارفة عليه. معروف بأن مخ الإنسان يحتوي على نسبة 86% ما أو 33 أو 86، يعني مهم نسبة يعني 86 بالنسبة أو 83 بالنسبة مئوية من الماء. واحد. اثنين، المخ يستهلك أكبر كمية الطاقة أكثر من أي خلية أخرى، أكثر من أي عضة أخرى في الجسم، أي بالتحديد 20%. المخ يستوعب يومياً 20% من الأكسجين، وهي نسبة أعلى. فالأكسجين الذي حصل عليه من غلاف جوي، نحن في هذا المكان في ولاية فيرجينيا بمدينة بلاكسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، وطبيعة خلابة والنهر خلفنا مياه عذبة. فحتى مهما كان الإنسان ما يحصل على أكسجين صافي، أي فقط النسبة 21%، الباقي نيتروجين. الماء الساخن يغذي المخ بصافي الأكسجين. وبالنسبة للطاقة، نرجع قوانين ديناميكية الحرارة. قانون ديناميكية الحرارة الأول ينص على أساس الطاقة لا يمكن تدميرها أو خلقها، بل تنتقل من الجسم الحار إلى أقل حرارة أو جسم بارد. فالماء الساخن هي حرارته أكثر من حرارة جسم الإنسان. فبالتالي إيش يحصل لما نشرب الماء الساخن بمعدل 50 درجة مئوية للكبار، والصغار 40 درجة مئوية، وبمعدل الكبار 3 لترات الماء الساخن. هناك برنامج طبعا يوزع هناك يضمن وصول هذه الطاقة عن طريق تغذية الخلايا بالماء، وهي الطريقة الأفضل نقل الطاقة عن طريق تغذية الخلايا بالماء، خلاف للرياضة. طبعا تستفيد من الرياضة بس ليس لا تغنيك عن الماء الساخن. هو الماء الساخن هو الأساسي، أي رياضة والتمثيل الغذائي، أي نظام غذائي سليم، بحيث أن يعني الرياضة وحمامات شمسية تفيدك في إنتاج الطاقة، لكن يعني طريق على حساب كمية الماء التي في جسمك، أي يحصل جفاف. لكن بينما الماء الساخن يغذي الخلايا بالماء، وعن طريق تغذية الخلايا بالماء، يعني بطاقة عن طريق تغذية هذه الخلايا بالماء. بالتالي يحصل إيش؟ يحصل ثيرموجينيسيس أو إنتاج طاقة في الجسم. ولما يصير إنتاج طاقة عن طريق انتقال في الجسم، يحصل فاسو ديليشن أو تمدد شرايين الدم، وبالتالي يسهل بسهولة انتقال الدم أي إلى المخ بسهولة. وكما هو معروف بلازما الدم 92% ماء، ولما تكون درجة مرتفعة لما يوصل درجة توصل درجة هذه يسبب تمدد شرايين الدم، وبالتالي يسهل عملية وصول الطاقة إلى خلايا المخ بسهولة، وأيضا الأكسجين. هيا فقط المختصر عن فوائد صحية والعلاجية للماء الساخن، ونتمنى لكم الصحة والعافية والذكاء الخارق واستنباط القدرات اللاواعية التي تمتلكونها جميعكم.